The Retirement Plan، فيلم أكشن وجريمة في إطار كوميدي، إنتاج 2023، مدة الفيلم ساعة و 45 دقيقة، يصلح للمشاهدات العائلية، متوفر أونلاين للمشاهدة. قصة الفيلم: حينما تتورط أشلي وابنتها الصغيرة مع منظمة إجرامية وتصبح حياتهما في خطر، تقرر أشلي اللجوء لوالدها وإعادة التواصل معه على أمل مساعدتها في النجاة. السيناريو والحوار بسيط جدا لدرجة السطحية والسذاجة، سيناريو بلا تعقيدات بيجمع بين الأكشن والكوميديا، الحوار سيء والسيناريو بلا هدف في الأغلب. الإخراج والتصوير والإضاءة: الإخراج ضعيف، إخراج بلا تكوينات وبلا هدف، مشاهد الأكشن إخراج مقبول، اعتمد على الإخراج السريع السطحي واللقطات السهلة، وحتى الإضاءة لم تستخدم كثيرا، الفيلم أغلبه في النهار، التصوير جودة مقبولة، الموسيقى اختيارات مناسبة لأجواء الفيلم. المونتاج: يوجد مشاهد كتير من الافضل ان يتم الاستغناء عنها مونتاجيا. الممثلين: جميعهم اجتهدوا. السيناريو والمخرج لم يقوموا بتوجيههم بالشكل الامثل. بطل الفيلم نيكولاس كيج مقنع واداؤه جيد، ولكن هيجي لك احساس ان الممثلين جايين يهرجوا مش جايين يعملوا فيلم. الفيلم ضعيف كمجمل، كان من الافضل ان يكون ساعة و30 دقيقة فقط. تقييم للفيلم هو 4/10.